دفاع موفق على بركة الله لمهرات السنتين الباحثة عن الانتصار الأول من خلال مسافة 1200 متر. دفاع تشاور تبدأ في المنتصف في هذه الانطلاقة مع محاولة الدكتورة سلوى أيضا للظهور في الصدارة في هذه الصورة. تتقدم مع محاولة بقية الأسماء، بنت نسابة أيضا مع السياج تحاول القدوم، ومحاولات كوارتز أيضا للوصول إلى مركز متقدم. دكتورة سلوى وبنت نسابة في تحاذي بنصف رقبة. دكتورة سلوى تتقدم منضبطة، تبدأ متضبطة، تبدأ من الخارج الآن بمطاردة من قبل تشاور. هنا اجتماع أكثر من رأس، هنا تنافس يشتد بحثا عن الانتصار الأول. ابنة عالم تبدأ ظهور من الخارج، مطاردة لدكتورة سلوى. المنعطف في الأخير إلى 400 متر الفاصلة، بنت نسابة من السياج، دكتورة سلوى في المنتصف ومضبطة من الخارج. هنا ثلاثي ثنائي يشتد مع دكتورة سلوى ومضبطة، وكذلك محاولات فالت خير للقدوم للمنافسة. هنا تنافس مشتد، دكتورة سلوى من الداخل مضبطة من الخارج. دكتورة سلوى تتقدم إلى خط النهاية بهذه الصورة. دكتورة سلوى تتقدم تنهي بدخول فالت خير إلى المرتبة الثانية. إذن سيداتي سادتي، تنافس إثارة ندية لمهرات السنتين ينتهي هذا التحدي لصالح دكتورة سلوى. رفعت الراية، اندفاع لعشرة مهور ومهرات تتنافس في شوط الهانديكاب، تكافؤ من 0 حتى 65. هنا اندفاع لهذه المهور والمهرات الباحثة في هذا الشوط عن الانتصار. مشاهدينا متابعينا الكرام، هنا اندفاع قواه الله يبدأ مع السياج باستحداث عبد الله العوفي مع نوان في المرتبة الثانية، كذلك عزفادي في المرتبة الثالثة مع دهامة العز المرتبة الرابعة، وكذلك مفراسة تأتي المرتبة الخامسة، وكذلك محاولة تصيب الخير المرتبة السادسة. هنا تحدي ما بين قواه الله ونوان، هنا صراع الصدارة وحسمها ما بين نوان وقواه الله من الداخل، نوان من الخارج، فيما محاولات دهامة العز للقدوم إلى المرتبة الثالثة. 400 متر الفاصلة، قواه الله يتصدر. سيدتي سادتي، شوط التكافؤ من 0 حتى 65، يوسع الفارق، يبتعد بهذه الصورة. قواه الله يتقدم، ماشو يتقدم، مفراسة تاتي مطاردة مع زبادي، فيما قواه الله يذهب بقيادة عبد الله العوفي إلى الصدارة بهذه الأطوال. ما شاء الله تبارك الله، يقدم نفسه بشكل رائع وجميل ويعلن انتصار جديد في سجل السباق، والانتصار الثاني مع المشاركة الرسمية الخامسة. ألف المبروك لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. رفعت الراية والدفع أيضا سيداتي سادتي، ثالث الأشواط هانديكاب، تكافؤ من 0 حتى 60 بمشاركة 13 رأسا من جهة وأفراس إلى 4 سنوات في تحدي مسافة السرعة. المرحباني يبدأ هذه الانطلاقة مع ناشئة من الخارج، يتقدم المرحباني برفقة درب التمياط إلى الصدارة، ذاهبا إلى السياج يتصدر إلى المرتبة الأولى، ناشئة المرتبة الثانية وطرف البدر والسعودية العظمى متحاذيتان للوصول إلى المركز الثالث مع قدوم شرق دارفور في المرتبة الخامسة. دارية تبدأ في المرتبة السادسة مع محاولات قدوم جلوريا فلاشيز أيضا، فيما الصدارة للمرحباني يتقدم إلى المركز الأول بمونتريج. يتقدم هذه الأسماء ناشئة، ابنة كازينو هوست مطاردة في المرتبة الثانية، وهنا طرف البدر بن وردلي يحاول القدوم الآن إلى المرتبة الثالثة. استحداث لداري أيضا للسياج للمرتبة الرابعة، فيما لا زال المرحباني في هذه الانطلاقة مواصلا صدارته، موسعا الفارق. ناشئة استحداث من الميمون
بن علي للقدوم الدارية من الداخل مع عبد الله الصاعدي للمباغتة. دارية تتقدم إلى الصدارة من الداخل، تتقدم دارية، إذا تتقدم في مصيرها للمرتبة الثانية ناشئة دارية، إذا تذهب للانتصار، إذا انتصارها الأول دارية بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. جهه افراس الباحثه عمر الاربع الى خمس سنوات، الانتصار الاول على مسافه السرعه، مسافه ال 1200 متر، اندفاعه الراهين من الخارج يندفع بهذه الصوره متقدما برفقه نواف المضياني الى السياج، يذهب بهذه الصوره في المركز الاول، محاولات الكون مطاردا في المركز الثاني، وكذلك نوروز في المركز الثالث، وايضا كام تو بي في المرتبه الثالثه، وايضا سبيزونوتورا يبدا ايضا الوصول المركز متقدم المرتبه الرابعه، ومحاولات بقية الأسماء، صمت أيضا يحاول وصول مركز متقدم مع محاولات صمود للقدوم في الصدارة للراهي، يتقدم بهذه الصورة متقدما موسعا الفارق برفقة نواف المضياني، مطاردة الكون وكذلك اسبيزو، هنا الراهي وسع الفارق، يتقدم مطاردة الكون المركز الثاني، وكذلك محاولات سمت للوصول، وهنالك استحداث للقدوم من شدهان أيضا، وكذلك أم وفق في مراهي، هنا التنافس يشتد بدخول الكون لانتزاع الصدارة، بالفعل يتقدم الكون لانتزاع الصدارة في محل قدوم لشدهان أيضا للوصول لمركز متقدم. إذا سيداتي سادتي تنافس الخيل المبتدئ الباحث على الانتصار الأول. ثلاثة أسماء تشارك لأول مرة، تندفع 18 مهرة من علامة الـ 1400 متر في خامس أشواط الحفل السابع لهذه الأسماء. ثلاثة أسماء كما ذكرنا تشارك لأول مرة في السباقات. هنا السباق يبدأ بتصدر، هنا نشاهد الانطلاقة على ما يبدو ود صافي ابنة كانديان فرونتير بشعار خالد محمد الغفيلي مع عبد الله الخميس، تذهب إلى المركز الأول في متابعة إلى ثاني المراكز من ذكرى جواد على ما يبدو ابنة جواد بقيادة زياد الجابري بشعار مرزوق المرزوقي فيما الأحمر، يندفع مع غدير البنات ابنة ماشو ماشو مع الخيال نواف المضياني، وأيضا محاولات كذلك من مرادة ابنة فيرست ديفنس بشعار فهد هيف القحطاني مع الخيال محمد الحبيل، والأبيض أيضا يحاول التواجد في هذه اللحظات عبر مناعة بقيادة كامل يوسبينا ابنة عالمية في ثالث المراكز، تصدر لود صافي حتى الآن بالرقم 18 المنطلقة من البوابة الثانية، فيما نشاهد هنا الانطلاقة في هذه اللحظات. إذا ذكرى جواد تحاول والاندفاع للأحمر عبر غدير البنات، المتصدرة تندفع إلى المركز الأول، وهنا نواف المضياني في أول حضور لغدير البنات ابنة ماشو ماشو، توسع الفارق وتبتعد غدير البنات لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، تحضر بشكل مميز ما شاء الله تبارك الله. إذا غدير البنات في أول حضور تضيف الفوز الأول في سجلها السباقي، وتظفر بالشوط الخامس من الحفل السابع. البوابات لمنافسة سادس أشواط الحفل السابع موسم سباقات المصيف، الشوط المخصص للخيل العربية المبتدئة حصن. هنا نشاهد هذه الانطلاقة السريعة لهذه الجياد الأصايل، هنا من يبدأ السباق إلى المركز الأول على ما يبدو، هنا نشاهد
هداد الذهب ابن نصار الخالدية بشعار اسطبل القلايل مع طارق المنصور إلى المركز الأول في متابعة من مرجان رمضان على ما يبدو إلى ثاني المراكز. مرجان رمضان يحاول الاندفاع في هذه الأثناء، بينما نشاهد أيضا آر بي كيم فوليك ابن باسق الخالدية بشعار اسطبل أجمل مع محمد الدهام يحاول الانطلاق من الخارج، بينما عيد هدبان ابن فهد الخالدية بشعار عبد الرحمن المخضوب مع ركان العبيد ينطلق من الخارج الآن يحاول خطف الصدارة. في هذه اللحظات منافسة قوية ما بين عيد هدبان وكذلك آر بي كيم فوليك. هنا عيد هدبان ينطلق يحاول الابتعاد مع الدخول لل 400 متر الأخيرة، تحرك أيضا لنديد البراق ابن دهر، وهنا الدخول للأمتار الأخيرة. آر بي كيم فوليك ينطلق من الداخل بجوار السياج، وعيد هدبان من الخارج منافسة قوية ومحاولات من هداد الذهب في ثالث المراكز، إلا أن آر بي كيم فوليك من الداخل يحاول مع محمد الدهام ابن باسق الخالدية، فيما ابن فهد الخالدية عيد هدبان يضغط يضغط يضغط، وآر بي كيم فوليك يحاول خطوة بخطوة إذا على خط النهاية. آر بي كيم فوليك ابن باسق الخالدية في المشاركة الأولى له يسجل الفوز الأول في سجله السباقي. تندفع سابع أشواط الحفل السابع، هذا الشوط الذي خصص للمهرات العربية الأصيلة، مسافة 1400 متر تجمع 11 مهرة في هذا الشوط. عزوة الدرعة في مشاركاتها الأولى تحاول الانطلاق مع دلال سيالة ابنة منيع الخالدية، أيضا هي الأخرى في حضورها الأول تنطلق. وشاهد عبد الله الخميس يخطف السياج مع دلال سيالة المتصدرة منذ بداية، هنا نشاهدها تنطلق إلى المركز الأول في محاولات في ثاني المراكز. وشاهد راية البحر على ما يبدو ابنة نصار الخالدية بشعر محمد الطويل مع أحمد العتيبي صلف الحزام، إذا ابنة المرتجز في ثاني المراكز. وشاهد عبد الله الكريديس يحاول تهدئتها فيما تنطلق الآن صلف الحزام ابنة المرتجز في حضورها الثاني في السباقات بشعر ناصر الشبيبي، تنطلق الآن هي إلى المركز الأول، فيما بجوارها راية البحر ابنة نصار الخالدية بشعر محمد الطويل مع أحمد العتيبي، وثالث المراكز لدلال سيالة، فيما الانطلاق أيضا تأتي من ريانة ابنة نصار الخالدية بشعر إبراهيم التميمي مع نواف الفيروز. ال 400 متر الأخيرة هنا الانطلاقة نشاهدها في هذه اللحظات لراية البحر ابنة نصار الخالدية تهرب بالشوط مع الخيال أحمد العتيبي، توسع الفارق وتبتعد راية البحر في حضورها الثاني في السباقات ابنة نصار الخالدية المهرة الشقرة البالغ تصنيفها 70 في حضور رائع ما شاء الله تبارك الله. راية البحر توسع الفارق بمستوى كبير من الأطوال، وفي أول حضور تعلن تواجدها أمام الأفراس العربية الأصيلة. ألف مبروك إذن لمحمد صالح محمد الطويل وللمدرب عبد المحسن المساعد. دفعت لثمانية أشواط الحفل السابع، هنا نشاهد هذه الانطلاقة لخيل الانتاج بمشاركة أنال الطيب تورس أبليكيشن ارتواء أخت الحصن وسهم المحمدية لوسيندا وإيزي هورس أبو تايب بلح الشام أخلص رازي نهفات سلمها الله شبل عمر سعاطير ثندر ستورم وأبو الجمايل. هنا السباق يبدأ مع إيزي هورس ابن كانثيروس بقيادة عبد الله العضيب إلى المركز الأول، المهر الشقر المهر الأشقر ينطلق إلى أول المراكز، فيما نشاهد
اللحاق في ثاني المراكز من أخت الحصن تحاول الانطلاق، وسهم المحمدية المرشح الأبرز للفوز بهذا الشوط في وسط الأسماء تراقب الانطلاق في هذه اللحظات، بينما نشاهد تحرك في هذه اللحظات من الخارج. هنا نشاهد الانطلاق لبلح الشام التي بدأت بالتقدم، ابنة كاد دريمز بشعار ابن عبد الرحمن المرغلاني مع عبد الله الكرديس، فيما ايضا دفع قوي في هذه اللحظات في ثالث المراكز للوسيندا تنطلق في هذه اللحظات، تحرك ايضا سهم المحمديه. اشاهد عادل الفريدي يدفع ابن درامدي للامير محمد بن سلطان ابن ناصر في هذه اللحظات من الخارج، وايضا تقدم لارتواء ابنه هوكني بشعر الشريف الزاعي بن شاكر العبدلي مع نايف العنيزي، منافسه قويه. ايزي هورس من الداخل ومن الخارج، بلح الشام من سيظفر في هذه اللحظات؟ بلح الشام ابن كاد دريمز ينطلق في هذه اللحظات، وايزي هورس يحاول ويحافظ، وهنا بلح الشام في هذه اللحظات ينطلق الى المركز الاول. بلح الشام ابن كاد دريمز المهر الاحمر البالغ من العمر 3 سنوات يسجل الفوز الاول في سجله السباقي. البوابات لختام أشواط الحفل السابع 9 الأشواط شوط الأفراس التي لم تربح والتي ربحت حتى سباق واحد. كورثينا بالاس تبدأ السباق، ابنة أدفرتايس بشعار فواز المشرافي مع جبيرتو راموس تنطلق تحاول الانطلاق في هذه الأثناء، فيما هنا نشاهد أيضا رقم 10 بداية الخير على ما يبدو تنطلق بشعار اسطبل الصدارة إلى المركز الثاني، فيما نشاهد المحاولات إلى ثالث المراكز من الخارج من قبل دانس ديزر ابنة سيدا ستارز بشعار الشيخ عبد الله حمود المالك الصباح مع إياد الطريسي، فيما نشاهد أيضا تحرك لقمراء المحمدية ابنة ملي بومون لسمو الأمير محمد بن سلطان بن ناصر مع إياد مع عادل الفريدي، فيما أيضا التحرك قاد من قبل هاكتري ابنة محماس بشعر اسطبل الغريبان مع محمد ادهام، الجميع يدفع تحرك ايضا لبويشة على ما يبدو ابنة شيف افق بشعر محمد سلامة مع فهد الفريدي الى المركز الاول. هنا نشاهد الانطلاقة لبداية الخير تنطلق في هذه الاثناء الى المركز الاول مع الدخول لل 400 متر الاخيره. دانس ديزر في موقع ممتاز تدفع من الخارج بكل قوه، ايضا تحرك للهوجة في رابع المراكز، وهنا دانس ديزر تنطلق بكل قوه، وهنا نشاهد اياد الطريسي يستحث للهروب والابتعاد. دانس ديزر في حضورها الثاني الرسمي ابنة سيدا ستارز توسع الفارق وتبتعد، هنا نشاهد هاكتري اذا في هذه اللحظات بطلة دانس ديزر بطلة لهذا الشوط ابنة سيدا ستارز تسجل الانتصار الاول في سجلها السباقي.